الاحتقان بقى الطائفي اللي احنا عارفينه وشاهدناه في العديد من المواقف، اللي دايما الاقباط يعني يقفوا يقولوا احنا مسامحينكم، فيعني الحالة صعبة في هذه القرية الآن، فلا داعي لوجود هذه الامرأة في هذا التوقيت الآن. طيب انا عايزة بس يعني لما نكلم الفنان منير مكرم نقول له ازيك الاول. ازيك يا فنان؟ ازي حضرتك؟ واهلا وسهلا بيكي، واهلا وسهلا بكل الناس اللي موجودين في الدنيا كلها. يعني ربنا يخليك، احنا بنحييك الاول على الموقف الجميل اللي خدته وذهابك لنيافه الحبر الجليلي الانبا ماكاريوس ومسانددك للموقف. انت مش رايح عشان تقول لا احنا عايزين جلسات صلح، لا احنا معاك في قرارك اللي انت اخدته يا نيافه الانبا ماكاريوس، واحنا بنعضدك ومش هنسكت غير لما نجيب الأول القانون وبعدين نبقى نشوف الجلسات العرفية. اتفضل أستاذ منير. أنا الحقيقة يعني إحنا كنا في مهرجان الإعلاميين في المنيا، وده مهرجان لثاني سنة بنعمله، وعملناه السنة اللي فاتت وطول السنة دي كمان، وكان معانا عدد من الإعلاميين كتير، فنانين وسياسيين ورجال أعمال وتلفزيون المنيا وكل العاملين بتلفزيون المنيا، وكان عددنا كبير جدا يعني. واحنا المتواجدين من القاهره ومن الاماكن الاخرى من الاقاليم الثانيه كنا عددنا حوالي 35 واحد. فمن غير ما ننظم اي حاجه او نفكر، احنا اثناء الاحتفال كنا نعمل تحديد ميعاد للانبا ماكاريوس ان احنا نؤيده في المساله اللي هو واقف فيها، ان هو ضد مساله المصالحه والحاجات اللي بتحصل دي، ان انت تسرق بيتي وتاخد بنتي وتخطفها وبعدين تيجي تقول لي حقك عليا وتبوسني وتتصور معايا، ايه الكلام ده يعني؟ ايه الكلام ده يعني؟ طبعا في بعض الزملاء من عندنا كانوا، كنا احنا بعد الغداء فكانوا طالعين يناموا، ولما عرفوا ان احنا رايحين على طول نزلوا جري فورا، ومنهم الناس قالوا احنا جايين معاك واحنا معاكوا، واعتقد ما كانش في حد قبط في المجموعه كلها غير انا بس. طبعا لاحظنا كده. حوالي ما لا يقل عن 25 27 واحد معنا، الدكتوره صفاء طبعا وجوزها الاستاذ محمود اللي هم منظمين الاحتفال الاعلامي. هو بس الجديد اللي في الموضوع اللي انا عايز اقوله وما رضيتش اقوله لانبا ماكاريوس، ولا رضيت اقوله واحنا قاعدين، ان انا وانا قاعد اول ما لانبا ماكاريوس دخل وانا بصيت على الحيطان والمكان، يعني انا تقريبا كانت دموعي في عينيا، لان المكان ده مش اول مره اخش، ده كان ثاني مره في حياتي. المكان ده انا دخلته سنه 77. سنه 77 انا كنت طالب في كليه علوم المنيا، طالب عندي 20 سنه جاي من القاهره على جامعه المنيا، وكانت جامعه وليده صغيره، كنت ساكنين في المدينه الجامعيه بحري، وكان حصل مشكله واحنا في السكن ما بين الشباب المسلمين والمسيحيين، احنا ما فيش اي حاجه خالص، ما ولا اي حاجه خالص، احنا كل حكايه ان ساعه العشاء ما يديناش العشاء، يرمونا الجبنه على الارض، يرمونا العيش على الارض عشان نوطي نجيبه، فاحنا رفضنا الاسلوب ده يعني واشتكينا. فكان النتيجه ان هم دخلوا علينا بالسلاسل وبالجنازير، وانا افتكر ان احنا كلنا كنا في اوضه في اخر دور في المدينه الجامعيه في المبنى اللي انا فيه، كان عددنا مثلا ما لا يقل عن مثلا 17 واحد في كيتشن، في اوضه مطبخ كده بشقه اربع اوض او ثلاث اوض، كنا حوالي 17 واحد في المكان ده. وكان اللي جايبنا في المكان ده كان اخ لينا كبير اسمه حنا، كان في سنه ثانيه علوم واحنا كنا في اولى، وكانت في الكليه ما فيهاش دفعه غير ثانيه بس واولى. وحنا ده كان بيجمعنا نصلي ويجمعنا على طول في الصلاه وفي قراءه الانجيل، فهم كانوا كارهين الموضوع ده. حنا ده اللي هو بعد كده كان ابونا في دير ابو مقار، وبعد كده كان من اعز اصدقاء اخويا ابونا متياس المحاري، لان انا اخويا وراه في دير ابو مقار. تمام. فانا طبعا افتكرت الموقف اللي هو كان من 35 سنه 37 سنه، وانا قاعد عمال اقول لابونا فين فين حقنا؟ فقال لي لازم نستحمل ولازم نسكت ولازم ما نعملش اي حاجه. قدرت تاخد ساعتها حقك يا استاذ منير؟ قدرت بعديها تاخد حقك على طول ولا برضو كالعاده ما عرفناش؟ لا لا لا، احنا عايشين عادي جدا، احنا بنحب، احنا 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 الله محبه، احنا ما بنعملش مشاكل مع حد، واعتقد ان احنا ما فيش اي مشاكل، يعني انا في الوسط الفني ما فيش اي اضطهاد ولا في اي حاجه. ده حضرتك محبوب جدا خاصه من اصدقائك الممثلين، انا عارفه ده كويس، والوسط الفني كله، كل الوسط الفني، كل الوسط الفني تقريبا يعني. ويمكن انا بمسك اللجنه الصحيه بخدم زمايلي، مفيش حاجه اسمها مسيحي ولا مسلم، احنا كلنا واحد. كلنا واحد، ولكن دي فئه تكونت
من ايام السادات، دي فئه تكونت من ايام السادات، لما السادات حد يعمل مده ثانيه رئاسيه بدل ما كانوا مدتين عايز يعمل مده ثالثه، فعمل ماده في الماده الثانيه اللي هي في القانون، وطلع عشان في خطاب شهير يقول انا رئيس مسلم لدوله مسلمه وانا فلان ده في السجن وفلان ده في السجن. فاكر انت الخطاب المشهور جدا ده؟ طبعا طبعا. اتكونت فئه بقى، والفئه دي زادت قوي في الصعيد وزادت قوي في بعض الاماكن المتطرفه في مصر، لان القانون هناك ما فيش سياده قانون هناك. هناك في عمد وغفرة، النظام اللي هو بتاع زمان. وفين بقى على ما تبعت القانون هيبقى عربيه قديمه متهالكه فيها 2 عساكر معاهم بنادق خشب سوار زي اللي احنا بنمثل بيها. فطبعا مساله صعبه جدا يعني، مساله صعبه جدا جدا يعني. الموقف نفسه ان هي لو اتحسمت بالقانون. الموقف نفسه استاذ منير شايفه ازاي؟ ان تتعرى ام مصريه بغض النظر عن ديانتها، تتعرى ام مصريه في الشوارع مع تهليلات وتكبيرات غير عاديه، كانهم يعني داخلين يفتتحوا مثلا او كاننا رجعنا القدس مثلا. ما هو هي الفئه دي اللي انا بقول لحضرتك عليها، هي الفئه دي اللي تكونت اثناء الفجوات السياسيه في مصر. وهي الفئه دي الصعبه جدا اللي هم الاصوليين الدينيين اللي هم فاهمين الدين الاسلامي غلط. طبعا الدين الاسلامي عمره ما كان كده، الدين الاسلامي محبه، الدين الاسلامي ورع، الدين الاسلامي عمره ما قال ان الانسان يأذي انسان. انا درست مدرسه اسمها مدرسه النهضه الاسلاميه، مدرسه ازهريه، كنت انا الوحيد المسيحي اللي فيها. عمري ما كنت اشوف ده ابدا، كنت بدرس ورا في الجامع، جوه الجامع كان عندنا عمود واثنين وثلاثه واربعه، استاذ يوسف بيدينا عربي، استاذ احمد بيدينا حساب. خلصت من النهضه الاسلاميه، رحت شبرا الخيمه الاعداديه ثم الثانويه العسكريه شبرا الخيمه، وتكملت مع زملائي مسيحيين ومسلمين. عمرنا ما سمعنا مسيحي ومسلم، دي اول مره نسمع الكلام ده. فعلا فعلا. استاذ منير انا بحييك على الموقف اصلا. اتفضل يا ريت اتفضل. لا انا 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 فرحان برد فعل سياده الرئيس، وفرحان برد فعل المسؤولين دلوقتي، وهو زي ما قال الاب مكاريوس، المظلومه والمضطهده اصبحت في بيتها، والمعتدين اصبحوا هم الهاربين. صح فعلا، الناس دي لو في رضع مش هيعملوا كده تاني ابدا، مش هيعملوا كده تاني. هم مش لاقيينهم، هم مش لاقيينهم، لان احنا برضه سنه زمان سنه 76 احنا كان معانا مصطفى شكري، كان زميلنا في كليه هندسه. هو ده اللي اطلق اللحيه وقال انا امير الجماعه، وعدى الشرق، ما كانش فيه كوبري في النانية، عدى الشرق عاش في الجبل، وعمل جماعه اسمها جماعه التفكير والهجره. شيء صعب، ما هو الناس دي لو في رد عن الحكومه، ما فيش ده مسيحي وده مسلم، ده مواطن مصري عمره ما هيقدر. وبعدين ده اتعمل في لبنان بسبب كده، يعني لبنان بدات الحرب الاهليه كده، ان واحد ماروني واحد مسلم، فالضابط الماروني وقف مع الماروني اللي هو المسيحي ضد المسلم، فجم المسلمين راحوا ضاربين الضابط وضربوا الاخ الماروني، فنزلوا المارونيين ضربوا اهالي المسلم، بدات تنتشر لغايه لما بقت فتنه في كل انحاء. احنا في ظاهره زي ما قال لمبه مكاريوس مش مقصوده، بدليل ان احنا عايشين مع بعض، وبنزل الصبح اشتري فول وطعميه وعيش، وواقف مع علي بتاع الفول، واقف مع محمد، وبكلم الباشمهندس عبد الفتاح، وراح شغلي مع الفنان فلان الفلاني. مفيش فتنه طائفيه في مصر. طبعا في طبعا. ناس بيحاولوا يولعوا يزرعوا ويفتحوا هذا الملف. شفت تصريحات الغيتي محمد الغيتي يا فنان يعني يا استاذ منير، شفت تصريحات محمد الغيتي وهجومه الشديد على نيافه الحبر الجليل انبا مكاريوس؟ هو الاستاذ محمد الغيتي طبعا صديق عزيز عليا جدا. وهو محمد الغيتي على فكره ما هوش ده سلوكه، يعني هو بس اندفع، هو محمد الغيتي بس اندفع، وده ما هوش السلوك اللي هو الخاص بيه، واعتقد ان هو قدم اعتذار، بس زعلنا كلنا يعني على فكره. اعتذار انا عارف ان هو بس هو اعتذر لاندا مكاريوس، واتصلت بيه هنا طبي وقالت له يا محمد انت مش كده. وقال لها فعلا انا يعني هو انا عارف ان الاستاذ محمد الغيتي لسه مكلمه من شهر، ولسه مكلمه من اسبوعين، وصديق عزيز عليا، وعمره ما كان ده سلوكه على فكره. عمره ما كان ده سلوكه خالص، هو بس هي حته الاندفاع من كلمه اتقالت هو فهمها غلط، يعني هو حصل بس ميس اندرستاند عن الاستاذ محمد الغيتي. لو انا فهمتها غلط انا هبقى في نفس موقفه، لان هو افتكر ان الانبا مكاريوس بيطلب الحمايه، يطلب الحمايه من امريكا او الحمايه من الاجانب. انا كنت عايز اقول له يا استاذ محمد يا غيتي، اذا رجعت الى التاريخ فالانبا يشاهد ايام الحمله الفرنسويه لما جينا باليوم بونابرت وقال له اطلب الحمايه لاقباط مصر
قال له مين اللي بيحميك؟ قال له اللي بيحمينا ربنا، قال له اللي احنا بيحمينا ربنا، احنا مش عايزين حمايتك. صح. ده تاريخ الاقباط في مصر. معروف. ده تاريخنا. طبعا. ده تاريخنا، عمرنا ما طلبنا الحمايه. طبعا. عمرنا ما طلبنا الحمايه وهو طاير قطر، لان هم اصلا ما عندناش نووي، احنا ما عندناش، احنا عندنا فول وطعميه. انما هيخشوا لنا من ايه؟ من حته ان هم عايزين يحموا الاقباط، انهم بيتبعوا. صح. لا دي بلدنا، بلدنا اللي اتولدنا فيها وعشنا فيها وهنموت فيها. طبعا طبعا يا فنان جميل. مصر هذا الوطن عشنا فيه واتولدنا فيه وهنموت فيه. طبعا وبنتعلم منكم. مش عارف. بنتعلم من حضرتك والمحبه اللي بين يعني حتى الممثلين وبعضهم، بنتعلم من ده على فكره، احنا بنتعلم المحبه. لا لا لا، تاريخ مصر، لا تاريخ مصر مليء مليء. يعني احنا لو ذكرنا نصر الشيخ العرب همام، وفي الشيخ العرب همام رفض ان الصعيد ينقسم، هنذكر في التاريخ اللي في واحد اسمه الجنرال يعقوب المصري. آه. اللي انا مش حابه تاريخيا، اللي حب يفرع مصر ويعملها دوله مسيحيه، اللي كان قائد الفيلق الرابع عند نابليون بونابرت. آه. وحب ان هو يقسم مصر دولتين، وخد الفيل وعمل الملف واختفى في المركب او اختفى في فرنسا. ولم يظهر تاني. فاحنا مش بنعيد ده، احنا لازم نقرا تاريخنا، نعرف ان اقباط مصر وطنيين قوي. طبعا طبعا يا فندم. طبعا. وان الدنيا اتحرق فيها 48 كنيسه، وان سيدنا الانبا مكارم فعلا باسد الصعيد. وانا بشكره على موقفه، وبقول يا سيدنا انت معاك ربنا، سيبك من اي حد يجي يقول لك ان انا معاش، انت معاك ربنا يا سيدنا. انت صح. معاك ربنا يا سيدنا، ربنا معاك. شكرا جدا يا فنان يا جميل. وبشكر القناه. بشكرك جدا وربنا معاك، وموقف مشرف جدا. اشكرك جدا فنان منير مكرم. طبعا يعني غني عن التعريف، مش هنتكلم كتير عن منير مكرم لان اعماله الفنيه سابقاه. و